بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم متابعين قناة مسافرون العرب. النهارده راح اتكلم على كيفية الحصول على فيزا كوريا الجنوبية لسنة 2022. كوريا الجنوبية دولة متقدمة وتحسب على دول العالم الاول، وهي دولة تقع في اقصى شرق اسيا وعاصمتها سيول. لغتها الرسمية هي الكورية الى جانب اللغة الانجليزية كلغة ثانية للتواصل بين ابناء شعبها. واليوم سوف نخصص موضوعنا في هذا الفيديو للحديث عن فيزا كوريا الجنوبية، وهي فيزا تسمح بالذهاب لكوريا الجنوبية من أجل السياحة ولا يسمح لصاحبها بالعمل أو ممارسة أي نشاط تجاري. الآن نأتي إلى الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا كوريا الجنوبية لسنة 2022. أولاً، يجب أن يكون لديك جواز سفر سائل مفعول وصورة شخصية خلفية بيضاء واستمارة طلب الفيزا وحجز فندقي مؤكد في كوريا الجنوبية، وأيضا حجز تذكرة طيران ذهاب وعودة من بلدك وإلى كوريا ومن كوريا إلى بلدك، وأيضا صحيفة سوابق العدلية أو الصحيفة الجنائية وكشف بنكي بأقصى شيء أو أقل شيء 2000 دولار، والتأمين على السفر الدولي، وترجمة جميع الوثائق للغة الإنجليزية أو اللغة الكورية. الآن نأتي إلى أهم الأسئلة في المقابلة في السفارة الكورية. أول سؤال ممكن تسأله هناك: لماذا تريد السفر لكوريا الجنوبية؟ وهو سؤال بديهي يقومون دائما بسؤاله في السفارة. ثاني سؤال: كم تريد المكوث أو الجلوس في كوريا الجنوبية؟ يعني ما هي مدة الإقامة التي تريد الإقامة في كوريا الجنوبية؟ ثالث سؤال: ما هو مخطط سفرك لكوريا الجنوبية؟ يعني هتروح تسافر فين؟ حتى تتفسح فين؟ هتصرف فين وكذا يعني. ايضا يسألوك سؤال يقولك: اذكر الاماكن التي سوف تزورها. طبعا تكون مجهز يعني كم سؤال، كم مكان كذا تجيب من النت، يعني كم مكان سياحي وتخبرهم به. ايضا سؤال مهم سوف يسألونك اياه، وهو: كم تأخذ معك في هذه السفرية من المال؟ تمام، وهو اقل شيء 2000 دولار. ايضا السؤال المهم: أين تقيم في كوريا الجنوبية؟ سوف تخبرهم بأنك حاجز في فندق معين حجز مؤكد. والسؤال اللي بعده: متى سوف تعود من كوريا الجنوبية إلى بلدك؟ طبعا سوف تخبرهم بأنك حاجز تذكرة طيران ذهاب وعودة لمدة الرحلة. وآخر سؤال سوف يسألونك إياه: هل تعرف أشخاص كوريين أو مقيمين في كوريا؟ ممكن تخبرهم لا، إذا أخبرتهم لا ما فليس هناك مشكلة يعني. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.